لم يتوقف مسلسل بيع المغشوش والتالف وغير الصالح للاستهلاك. ملونات ومنكهات ممنوعة، شوكولاتة منتهية الصلاحية، بيض فاسد، وفضلات الفئران، وحشرات ترتع فوق الحلويات يستعملها المستكرشون في مخزن لإحدى معامل صنع المرطبات في تونس لتنغيص فرحة العائلات التونسية بقدوم رأس العام الجديد. فرق المراقبة الصحية كانت على عين المكان في هذا المصنع العشوائي المختص لصنع وبيع الحلويات، وهو يعمل في ظروف كارثية ويفتقد لمعايير السلامة الصحية. فيديوهات تظهر تنوع طرق الغش والإرهاب الغذائي، وهو ما يطرح التساؤل حول مسؤولية المراقبة حينما يتعلق الأمر بصحة المواطن. الحلويات هذه يمكن تتسبب أمراض خطيرة، أمراض خطيرة للمواطن. هذاك علاش احنا نقوموا بمراقبه دوريه مع بالتعاون والشراكه مع وزاره التجاره، وخاصه في هالايام هذوما يقرب فيهم راس العام يوليوا المصانع نتاع الحلويات يلزمهم مراقبه. وكما نراو هنا هذوما حلويات وكاتوات ماهمش مطابقين للجوده وللنورم، دونك يلزمنا نحجزوهم ويلزم المواطن يكون واعي، يلزم فما دات دو فابريكاسيون ما كانش يراهم ما نعملوهمش. سامحني بربي سامحني، وصل شويه هات بالكاميرا ووري، معناتها هذه اللي قاعدين يخرجوا فيها. هذه حاجه خطيره، معناتها شفتوا كيفاش كونسيرفي في اي انت خدمته، شوف كيفاش حطيتوا مدام، شوف كيفاش حاطينه هذايا، معناتها ما فما حتى دي نورم اللي يستعملوهم باش نحافظوا على هذاك المصنوع هذاك نتاع الحلويات. حاجة أخرى بربي نحب نقول للمواطن هو زاد يتعاون معنا باش كيف يسمع ولا يشوف حاجة غير مطابقة للقانون يعلمنا ويعلم السلطات. سامحني هذه شوف الوضعية اللي هي موجودة فيها، وري كل ما هو موجود بدون، قلت لكم بدون رتوش بدون أي شيء. فما ترانت متاع جاتوات، فما ترانت متاع ميلفوي، وفما ترانت زادة متاع أمراض باش تمشي للمواطنين في ظل هذه الظروف. دكتورة نشوفوا كيفاش الجاتوات هذوما كيفاش محضرة وفيهم زبدة وفيهم مارغرين وكيفاش قاعدين، هذا شيء مخالف لحفظ الصحة، معناتها هذا شيء خطير على صحة المواطن. هذاك علاش يلزم رقابة دائمة ومستمرة وتكون بالشراكة مع كل الأطراف باش نتفاداو الحاجات هذوما الكل. بربي نشوفوا هنا، نشوفوا لي كولوران، نشوفوا كيفاش لي بريباراسيون. هنا هاك ترى فما الجاتوات هذوما ما فماش بيوت مثلجة، شوف هذايا كيفاش، تقول لك احنا حضرنا اليوم، شوف لهنا تراكم الأوساخ، ونعرفوا احنا كل حاجة حلوة. الجرثومة السوميلتيبلي معناتها بالقدا فيها وتولي تعم معناتها وجه للتعفن. دونك بربي هنا شوفوا نلاحظوا هنا الألواح هذيا ديجا سي كونتر انديكي، معناتها هنا ما نجموش نوضعوا الحلويات على الألواح، وشوف نوعية الألواح. بطبيعة الحال دكتورة ربما لطفت شوية من الوصف نتاعها، لكن ركزوا سيري بالكاميرا وشوفوا الجديد، شوفوا الوسخ، شوفوا اللوح اللي قاعدة مخدومة عليه والألوان، وكمل أنت دكتور. ما غير ما نوصف، التصويرة توصف بروحها، معناتها بربي هذوما اللي نستعملوهم للألوان. وأنا بربي هنا نداء لكل المواطنين باش يتجنبوا الحلويات اللي فيهم ألوان، على خاطر ما نجموش نتأكدوا لكن الألوان هذيك تكون معناتها باهية للصحة ولا لا. ابقى معايا دكتوره ديما، خلينا نقعدوا بالكاميرا قدم شويه، خلينا نوريو معناتها الوصف نتاع كل ما هو موجود. بطبيعه الحال هذه المواد الاوليه اللي تم منها صنع الجاتو، صنع معناتها الحلويات. هاي الكارثه، هاي اني جايك، هاي الكارثه، هاي معناتها الامور معناتها اللي موجوده. يا دكتوره الحقني شويه لانه لو صفناه حتى شيء، سامحني كمل ركز، شوف هذيك الاواني، شوف هذه الشوكولاته، سامحوني اخزروا لهنا اي وجه اي صوره اي شيء يصنعوا فيه معناتها للتوانسه. هذيا الحلويات هذوما لي كولورون اللي تحكي عليهم الطبيبه، وقالوا لها من تالي لا نظافه. بطبيعه الحال معناتها هذيا لا شيء
امام معتها القاذورات نقولها بكل معتها تجرد من في المكان هذايا شيء بصراحه بدون اي تعليق. دكتوره سامحني دكتوره ارجع لي قدامك شنو هاو شوفوا الزبده كيف نورمالمون نعرفوا الزبده بالسكر اذا ما تتحط في مكان بارد هاو شوفوها وين محطوطه هنا معناتها هذه الحقيقه شيء اسف باش نلقاو وضعيه وحاله كارثيه كما هذه. نكملوا سامحني امشي معايا شويه شوفوا القاعه هذه القاعه معناتها نتاع المكان بطبيعه بدون معناتها بدون اي تعليق نخليكم الصور اقعدوا تفرجوا في معمل صنع حلويات هنا في جهة أتظام. سامحني هذا التخليط نتاع الجاتوات هاك ترى كيفاش ونشوفوا في الناموس كيفاش داير هنا نشوفوا الوسخ مش نتاع نهار هذايا ولا نهارين معناتها شيء اسف الفرينه كيفاش محطوطه غادي في بربي هنا نوريو معناتها استولات بدون تعليق معناتها سامحني هذا الاجراء معناتها اللي باش يصير في حقه الغلق توا ولا فما اجراء احنا توا نقترحوا ديريكتومون توا نمشيو للسيده الواليه باش تعمل الاقتراح الغلق بالطبيعه توت سويت احنا نحجزوا السلعه اللي نلقاوها معناتها غير مطابقه للمواصفات السلعه كلها للحجز والاتلاف للحجز والاتلاف وتوا باش نعملوا الاقتراح الغلق للسيده الواليه والسيده الواليه هي اللي تقوم بالاقتراح الغلق بطبيعه الحال مانيش باش نتصوروا انه وليت اريانا باش تاخذ اجراء غير الغلق بطبيعه هي صارمه وشفناه في العديد من العمليات ويظهر لي الامور الصحيه ما فيها حتى تسامح وربما النقطه معناتها الباهيه في حي تظام هنا الى جانب وحدات الحرس الوطني اللي هي تفطنت الى هذا المكان والتجاره والصحه. حاش انت تخدم لهنا نخدم هنا بطبيعه تحب تتكلم هاي تتحمل المسؤوليه القانونيه كل كلمه المسؤوليه القانونيه تفضل وقاع معناتها مداهمه المعمل هذايا لقاوه في حاله كارثيه الطرانه نتاع جاتوات وملفوي وغيره مسخه في بقايا الفيران واني نوري في التصور على قيمتها مش مسخه قاع مسخه ثم ديتاي مسخ اوكي واللي نتاع الفيران اللي موجود هذيك تاع شنو وين شفتها انا ما شفتش فيران أنا نوري لك في التصاور سامحني ولي كولورون مطيشة في القاعة وحالة تحليلة نتاع شنو؟ الرير تقع الغلطة تقع تعترف أنكم غلطين لا لا الغلطة تقع بطبيعتها تقع في أي معمل حاج تاكل منه جاتوه أنت هذا ونز منه لأولادي ويوميا ولاباس عليكم الحمد لله نحمد ربي نشكره هي المسؤولية القانونية أنك ما تسممش صغيرات نتاع الناس وصغاري كيفهم كيما صغار الناس كيما صغاري لكن انتم في حاله كارثيه هنا لا 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 والله لاباس على غيرنا لاباس والحمد لله فما شكون غير كيخدم اكثر من هكا ها فما شكون يخدم اخي من هكا البلاد هذه موجود وريتوهم انتم وانت وريتهم اليوم جاي الدور عليك انت وريني الدور علينا نحن صحه صح ايوا كانت نظيفه ما ضغطت 3 أيام فقط درس باش كي تخدموا حاجه تخدموها نظيف. لا بطبيعه من المستقبل انا باش نخدموا كان نظيف اخي مازلنا باش نلجا. اذا كان سمحوكم باش ترجع. مش مشكل. نقعدوا بطاله مش مشكل. البطال ولا الوسخ يا حاج؟ لا حق. حق. تو سامحني مش الانسان الكبير يخاف ربي في العباد؟ بالطبيعه. حتى الصغير. مش ربي وقت اللي تعطيه الصغيرات احنا عملنا مجهودنا قريب باش نخدموا في الهواء. هذيك غلبتنا.
تعرف اللي فما الاف الصغار يتسموا وقت ياكلوا جاتوات كيما هكا؟ نعرف نعرف، لكن احنا بانا بتاعي ناكل ناكل الحلوى عمري كامل. انا عندي 50 سنه في الخدمه، عندي 50 سنه. يصير لك شيء ماهم ملقح، واولادي واولادي ولاد ولادي ما ياكلوش، نزل نزلهم في القطو من هنا. مول المعمل وين؟ مول المعمل يفرق، يعمل لي بريزون. مولاه معناتها يعمل لي بريزون، خدام كيفنا كيفه. يعمل لي بريزون في باجه وفي تطاوين الدنيا. في سوريا شكون؟ في سوريا، في سوريا خوهم. في باجه يفرق، يعمل لي بريزون. خوه الاخر وين؟ خوه الاخر في داعش. وين؟ خوه الاخر في سوريا. في داعش؟ اي. وشنو الاخر؟ شفت المصيبة في حومتكم تاكلوا في هذا؟ والله شاهد ما نقصش نتصور هيك انا، والله ما نقصش نتصور هيك انا، مشكلة كبيرة ياسر بالرسمي معناتها حالة لا يرفع عليها. كيفاش سامحني؟ ديما الباب مسكر ما نتصوروش الشيء هذا نحن، لو نتصوروا الشيء هذا رانا تصرفنا، اما ما نتصرفوش في الشيء هذا ما فيناش بيه نحن الشيء هذا. معناتها ينجموا ياكلوا الصغار وهو هكا صعيب ياسر بالرسمي والله العظيم، والله شيء مؤسف والله العظيم قسما بالله. عدني سلام هكا والله. السيد رئيس المنطقة للأسف حي تضامن بعد طرانت نتاع اللحم غير صالح للاستهلاك، اليوم طرانت نتاع حلويات يحضروا فيها لتوزيعها على المحلات المفتوحة للعموم وأيضا لرأس السنة في حالة كارثية. كما شاهدتوا اليوم معناها بعد ورود معلومة تفيد بوجود محل يقوم بتصنيع المرتبات في ظروف غير صحية، تنقلت الفرق المختصة متاعنا الحرس البلدي كافة الاختصاصات وقمنا بالمعاينة، واتضح معناها أنه مكان غير معناها مؤهل باش يكون باش معناها يصنع هالمرتبات هذية، وشفتوا انتم توا على عين المكان معناها كانت معناها مكان كارثي، مكان كارثي بيتم معنى الكلمه. علاش؟ نظرا لانه اول حاجه ما عندوش رخصه تاع المحل، ثاني حاجه معناها حتى المكان غير مهيئ في ظروف معناها اقل ما يقال عنها كارثيه. تم الاتصال بالسيد حاكم الناحيه اللي اذن معناها بالحجه هذايا، بطبيعه الحال بوجود جميع الاطراف من السلطة المحلية سيد معتمد الجهة كيف كيف الفريق الصحي فريق التجارة، الناس كل تجندت وهنا الله غالب ديما الظاهرة هذه احنا ديما موجودين لها بالمرصاد بحول الله. كما ذكرت راهو فم مجهودات من الصحة من التجارة على مستوى ولاية على مستوى معتمدية، معناها نتصداو للظاهرة هذه خاصة اللي تكون في ظروف غير ملائمة الله غالب، فهمتني؟ هذا يكون يلزم يكون وعي المواطن اول حاجه. اذا كان نحكيه على المواطن يحكي المواطن اللي يكون على علم بالمكان هذايا واللي ما يعلمناش واللي يمشي في باله اللي هو اذا كان مش يعلم على صاحب المحل مش يضر، بل بالعكس وقت اللي هو معناها ما يعلمناش احنا هذيك راهي مضره لاي بشر متواجد لهنا. شوفوا فيها هذه هالكميات الهائله هذه مش تمشي من بعد للاصحاب اللي عندهم محلات في وسط العاصمه الكل يبيعوها، وفهمتني؟ وشكون الكارثه لشكون؟ الكارثه للمواطن هو اللي من بعد ما اللي مش يبقى يعاني بها حياته كامله.
يعطيك الصحة سيد رئيس المنطقة، وبطبيعة احنا نكملوا نخدموا في الإطار هذية ونربطوا الأحداث والمعلومات ببعضها. بطبيعة الحال المحل هذية إلى حد الآن حجز مئات الطرانت من أو حجز كمية كبيرة، ما نقدرش الكمية بالضبط متاع جاتوات وملفوي معناتها وحلويات اللي هي موجهة للسوق الداخلية. كما قاعد تشوف احنا قاعدين نبذلوا في مجهود ومجهود كبير زيادة باش معناتها باش نوصلوا لبلايص كيما هكايا، راهي مش حاجة سهلة. حبيت قاعدة تخدم في الخفاء، قاعدين كنا معناتها متجندين لإدارات الكل وقاعدين نتنقلوا هكا تشوفوا على عين المكان كيما شفتوا المرة اللي سابقة واللي اللي قبلها، معناتها في الظروف هذه الناس قاعدة تخدم في ظروف كارثيه بالحق، معناتها ومع اقتراب راس السنه معناتها والاقبال متكثف على المرتبات هاك تشوف كيفاش الظروف اللي يخدموا فيها. ماذا بينا العباد اللي يشريوا يعرفوا زادا كي يشريوا يعرفوا منين يشريوا ويبعدوا على حاجه كي نقولوا احنا حاجه رخيصه راهي مش حاجه راهي باهيه، وفي نفس الوقت ان شاء الله نتعاونوا الكل باش نقضيوا على معاك دكتور. وهبت الكاميرا لوطه تخاف باش توسخ صباتك لما تدخل الى مثل هذا المحل، فما بالك بالحلويات التي تصنع وتخرج من هنا وتمشي لكروش صغيرات. انا معاك، معناتها هاك تشوف معناتها مش كان الارضيه هي حتى المنتوج في حد ذاته معناتها ما ينجمش يكون سليم، معناتها المنتوج هكا في ظروف كيما هكا ما يتاكلش من الاخر، معناتها غير صالح للاستهلاك. غير صالح للاستهلاك، واحنا بطبيعه الحال الحصه نتاعنا هذه تفصلها ايام على راس السنه الميلاديه شيخو يا توانسه، خاصه اللي لوجوا في خبزه جاتو رخيصه برشا ومن الاسواق ومن المحلات اللي تتزود من مثل هذا المكان. ليله راس العام الساعه صفر برشا جاتو، لكن استنوا امه غدوه الجاير وانفكسيونات وتسممات للصغيرات، ردوا بالكم وخموا قبل ما تشريوا الجاتو في ليله راس العام. شكرا للعباد خويا هذايا، صلي على النبي الخراج العشقون. ولا كارثه على الحومه على الحومه الشعبيه كيما هكاك. كارثه يا ودي كارثه، مش كنت كارثه بالرسمي راهو اذا كان مزود كيما هكا يزود ابو لاتوار يزود هكا، برجوليه كارثه والله كارثه، فما ارواح ناس صحيبي راهي كارثه. قداش من روح مات؟ مش قلت رواح مات. يا خويا اسمع والله العظيم لا حول ولا قوة بالرسمي، قتلنا متفليك اخسر على عيني يا خويا البيه، مش معقول صحيبي يخدم المرة الوحدة اللي خلت فيها بالكريمة يا ودي كلها بالزيت. اي معني تو العباد جيت ياخذ ما عنده تفرج كيفاش خويا البيه صحيبي، ليه حرام عليا ولا حرام عليا قسما بالله، والله حرام عليا.